قناة ام تونيزيا كي جات معناتها تعرفوا انتم هي المتوسط حسنوا فيها. خليني نفسر لك دقيقة برك. هي كي اتعملت قناة المتوسط كانت معناتها القناة صحيح ميولاتها نهضوية والوجوه اللي كانت فيها والوجوه اللي كانت فيها مش ميولاتها بربي يسجلوا في بلاصتي. ودي ما نعرف الحقيقة في البلد. دقيقة برك تنجم تخليني نكمل كلامي ومن بعد انت تسأل. حسام نكمل كلامه ومن بعد نعرفوا عليه. تفضل تفضل. اليوم برشا تقاطعات سامحوني تفضل. باهي قناة المتوسط وقت اللي تعملت المرة الأولى كانت بماتريال تركي ثم رجل أعمال غير ما أذكر الأسماء تكفل بجلب معدات من الصين وبتمويل من حركة النهضة. واضح. أعطيك الصحيح. متوسط. واضح. متوسط. ومثلها مثل ثلاثة قنوات أخرى كانت بتمويلات من حركة النهضة والماتريال زاد كيف كيف هما اللي شروه لهم. وانتم الناس الكل تعرفوهم معناتها شكون هما. واضح. في 2016 2015 النهاية نتاعها تغير التوجه نتاع القناة وتخلى رجل الأعمال اللي حطته حركة النهضة عن القناة وجات فيها مجلس إدارة جديد وحب يبدل معناتها القناة جملة وتمشي في اتجاه معناتها متحرر بعيد على الأحزاب السياسية وكل شيء. وكان فيها مذيع معروف ومشهور تاع الناس الكل تعرفوه خذا 5 و6 حصص اسبوعيا وبريسك معناتها القناة ولات فيها معناتها توجه اخر ولا فيها رقص وضيوف وفن ودرا. ثم القناة ما نجحتش في التمويل وما قعدش عندها شكون يمولها وشكون يعطيها الفلوس. جيت انا 2016 خدمت برنامج اسمه بلا قناع. الناس الكل تعرفوا البدايه نتاعو انطلقت من القناه معناتها ام تونيزيا والبرنامج الناس الكل تعرفوه يهاجم حركه النهضه ويكشف في الملفات نتاعها على بعضه. لانه في الوقت هذاك ما فماش حركه النهضه في القناه. قناه اللي تمول فيها حركه النهضه كانت قناه اخرى موجوده في منوبه والاخرى انت تعرفها نوفل الشكوني. واضح واضح. معناتها ما فماش. كي وضحت هكا راهو. انا دقيقه بركه. اي. أنا لم أكن يوم من الأيام عندي ميولات نهضوية أو انتماء لحركة النهضة جملة والناس كل تتفرج فيها تو يعرفوني أنا شكون. كان قلت مثلا محمد البوزيدي كان في يوم ما معناتها من الأزلام والحكاية كمان هكا والله ممكن تركب. اي تركب تركب علاش ما تركبش تركب كوثر ولا واحد يقول من الازلام فخور به تركب تركب نجم نقول لك اي معناتها اسمع 2011 من الازلام تخوف تو ولا تفخر تخوف تركب نجم تجي صحيح اي صحيح اما تقول لي راك انت نهضاوي ما قالتش نهضاوي انا اللي يلا كل لي واحد فلوس محمد زبيتني في بير القصعه والمخدره تجاوب لي في دقيقه على الموضوع هذا يلا باهي بير القصعه في مشكله كبيره مسكوت عنها اليوم. احنا اي فلاح يهرب من بير القصعة علاش؟ لانه فما مشكلة كبيرة يعانيها الفلاح. الفلاح يتعرض للإهانة ويتعرض للاعتداءات ويتعرض للسرقة كل هذوما يصيروا فيه والفلاحة كل تهرب من بير القصعة لانه الفلوس معناتها المطلوبة منهم او الأداءات اللي تتوظف عليهم كبيرة ياسر. اليوم أداءات 13% 6% موجهة للتعاضدية نتاع بير القصعة اللي هي تعاضدية عمالية ياخذوا 6% اي ما شنو علاقتها؟ هاني تفسر لك اي ال 6% هذوما اللي تاخذوا فيهم معناتها تعاضدية على أساس تقديم خدمات لكن الخدمات هذه تغيب لأنه ما فماش واحد يخدم في بير القصعة ويخرج معناتها الشريو اللي يخرج الخدمة للخضار من غير ما ياخذ عليه فلوس. وايضا معناتها البيوع تحت الطاوله فما اطراف مش انا نحكي فيه النيابه العموميه معناتها والملفات اللي تحلت الكل اثبتت تورط اطراف تنتمي للتعاضديه. واضح. به والتعاضديه راهي تدخل 400 مليون يوميا. نعم 400 مليون يوميا. 400,000 دينار. 400,000 دينار بالطبيعة مش مليون ما نحكي لك بالدرجة نتاعنا 400,000 مليون 400,000 دينار 400,000 دينار في اليوم مسرح الوطن في اليوم خويا
أنا نسأل السيدة وزيرة المالية، إذا كان الدولة تاخذ 2% وإذا كان سوتي ماج معناتها الشركة اللي تنظم الخدمة غاديك تاخذ 2%، 6% نتاع الشركة هذه وين تمشي؟ وين تتصرف؟ ناس الكل تعرفوا راشد الغنوشي من استقبل وشكون الأطراف اللي معاه، وتفكيك الرمانة هذه راهو باش يقص المشكلة اللي صايرة توا في المضاربة بالأسعار والحكاية نتاع الخضارة، لأنه يا نوفل الخضار اللي يشروا فيه واللي احنا نسبوا فيه ونقولوا معناتها زيد مسكن باش يشري جاجو نتاع بطاطا، جاجو يشري فوق الطاولة بإكس فلوس ويدفع كيف هالوطة تحت الطاولة، دونك يخرج لك البرة هي بالفين فرنك باش يبيع لك ب 4000، ولا شكون يدفع؟ لشكون يدفع؟ اي هذي اللي نحكيه فيه السر وراء الارتفاع الجنوني من سوم الفلاح لسوم المستهلك. الناس اللي البرة الحاسة الثانية الفلاح علاش ولا يهرب ما يمشيش البير القصعة؟ صحيح. انا تاخو عليا 13% نخسر. جاوبني في كلمة، والمخدرات شو مخدرات؟ مخدرات سهل، مثلا نعطيك بير القصعة. بير القصعة يهبطوا فيه في المخدرات، شنو يهبطوا فيه؟ مبطة مخدرات. هي تجي السلعة، تجي السلعة، تجي في الكماين، في الكماين تدخل والتسليم يتم في بير القصعة. تعرف علاش؟ علاش؟ لأنه بير القصعة فيها بين 20 و 30 ألف مواطن يدخل كل نهار. دولة راهي داخل في بير القصعة. إيه هذا داخل مش شوية. ما نفهم لك. تو أنت تعرف يا سيدي محمد. اسمعني سيدي خويا الله يخليك. تو معلومات كما هكا تهم أمن الدولة ووجودنا. إذا يعني تعلمها أنت وما تعلمهاش الجهات المسؤولة على الموضوع هذا. يا عم حسن تعلم الداخلية، قول لي علاش تعلم. الداخلية أكثر من عملية إحباط إدخال مخدرات تشد في بير القصعة. تشد في بير القصعة وكيلوات. واضح. دونك انا راني نحكي لك على الموضوع هذا. خذني على قد عقلك، خذني على قد عقلك، انا انسان ما نفهمش. يا خويا هذه بير القصعه حسب ما تقول انت، تو بير القصعه ثم مخدرات قاعده تهبط فيه اصلا، والمعلومه عندك انت سي محمد، والمعناها والشرطه في بالها، هذه مش عمليه احباط، هذه عمليه انزال، اهبط شد نحي. يا وتشد واش قلت لك انا؟ نحكي لك الحكايه قديمه. مش قديم، حكيت لك جديد يا راجل. لا معناها صارت حادثة معناها يا نوفل. شوف شوف أنا خليني نهزر حاجة. أنت إيش قلت؟ قلت تحكي على قال لك والزطلة، أنت قلت بير القصعة هبطوا فيه في الزطلة. قال لي أنا حليت التلفزة توا اليوم، حليت التلفزة تي في نلقى خلطت على جملتك. نعتقد كونه بير القصعة ولا هذا ما هبط نتاع الزطلة نتاع مخدرات. ما يسالش أنا هذاك علاش التوضيح نتاعك ما كانش ياسر. الصور اللي قدامي يا نوفل نفسر حاجة للمشاهدين، وهاني نوروا معناتها تو هاي كاش فما شويه قاعدين نعديو في التصاوري نتاع مخدرات نتاع محجوزات. نحكي على اطنان ولا اتحدث على جرامات، نحكي على اطنان. وباش نقول لكم كيفاش الاطنان. احنا مثلا يعطيهم الصحه الامن والداخليه الكل اليوم نحكي على جدا بلايس ولات معروفه بالباساج تاع الدروغ. انت كي تولي معناتها تتبع وتحل نفس الملف وديما تشوف والكروازمون تاع لي دوني، تلقى عندنا اوتوروت في حلق الواد ينطلق من هولندا. هولندا نيس تتشرج الكهرباء بالمخدرات وتدخل بورت حلق الواد. كي تدخل بورت حلق الواد وحده تتشد والله اعلم قداش يتعدى. فما عندنا حاجه اخرى بلو جراف، عندنا بلاصه من بير العاتر الجزائريه. اسمعوا بلي اسمعوا. في اتجاه فريانة في القصرين او في قفصه. وتدخل مخدرات وكل مرة تسمع 100 كيلو 150 كيلو، مش شوية راهو نحكي، نحكي على كميات معتها كبيرة. مرة واحد ليبي في حوارنا معاه قداش دخل زوز ترانت و 150 كيلوغرام متاع زطلة. منين جايب؟ جاية من بلد شقيق معروف الناس كل، وتقص الجزائر كاملة وتدخل من بير العاتل تدخل الفريانة وتشدد في أرض تونس. دونك الباساج هذايا سواء البحري والا البري من الحدود الجزائريه، ونعرفه مش جايه من الجزائر، او من النقاط البحريه كما نحكيه على شط الزويرع، ولا نحكيه على المره اللي فاتت جزيره قوريا اللي مقابله المستير اللي تشدوا فيها 33 كيلو نتاع كوكايين. دونك اش فما لهنا؟ فما مجموعه من الطرق اللي كل مره الامن يحبط فيها عمليات شدان، مش مره معناتها
حلق الواد برسك ولات كل جمعة يشدوا كهرباء. أيه. دونك اش فما لهنا؟ فما فينومين قاعد يتعاود وفما كميات كبيرة قاعدة تتشد. المشكل وين؟ المشكل أنه اللي تشد وليدخل الحبس هو الترانسبورتور، هو الناقل. واضح بلاي لحظة كوثر كي تسمع كيلوات ترانا تخاف؟ طبعا نخاف، نخاف خاطر نخاف على بلادي، نخاف على الصغار، نخاف كل يوم نسمعوا في الاخبار لي جون معناها الافه هذه واصله للمدارس وواصله للصغيرات الكل، دونك نخاف بطبيعه الحال، ونخاف زاده انه يصعب السيطره على الحكايه هذه. لكن كل مره نسمعوا انه فما عمليه احباط للعمليات هذه، وباقي مش كافي، باقي الخطر هذا متفشي وباقي مازال عنده ضرر كبير علينا. معناتها برافو الامن الداخلي يخدموا برشا. حسام استاذ التلامذة يقولوا كثر الاستهلاك، الناس تبيع قدام المعاهد وكذا، تخاف من الارقام الغريبه؟ نخاف نترعب، نترعب شنو نخاف؟ تصير مساله مرعبه هذه ويلزم وقفه حازمه من الناس كل، معناها من الاولياء، من الاطار التربوي، من مؤسسات الدولة الكل ومن المجتمع المدني، يلزم فريما وقفة والمواطنين والعائلات والمسكورين الأمنيين هم قايمين بواجبهم الحق معناها، ونشوفوا احنا في الحملات وأخ محمد زاد في بلا قناع قايم بالواجب، ولأنه هذا كره التلفزة الوطنية قامت به الشيء هذا، لأنه باش ياخذ أكثر صفة معناها صفة رسمية كوا، معناها بارك الله فيه اللي يعمل في المجهود هذا. يلزم نقفوا، يلزم نقفوا، ويلزم نوعيه، ويلزم نعاودوا نربيه الجيل من جديد. عندنا جيل صغيرات اليوم مازالوا أربع خمس سنين غادي هذوما يلزمهم، الاخرين راهو تو الامن يخدم خدمته، تو المؤسسات تخدم خدمتها، ما احنا مسؤوليتنا عم احسن. نخاف يا سن يا اخي. تخاف انت من كثره المخدرات؟ ايوا شنو الخوف؟ وين خاف؟ وانت مخدر دون مخدرات؟ صلى على محمد صلى عليه وسلم. يعني يا اخي انا بالنسبه لي بارك الله في الجهات المسؤوله والامنيه اللي تشد في هذا، انما نخاف شنو؟ نخاف من حاجه اخرى اللي هي راهو الارهاب، التهريب مرتبط بالارهاب، هذه الخطوره نتاع التهريب، راهو كذا التهريب عنده مسالك واضحه وكذا، اليوم يزرف لك الزطله، غدوه يجيب لك السلاح، غدوه يجيب لك القتال الحقيقي، وهذا علاش نحن نحبوا الدوله مفاصلها ومسالكها ودنيتها الكل ظل يعني مسيطر عليها من جهات الامنيه. وبارك الله فيهم فيه. واضح واضح. لو في يلا نتلو معك محمد. اليوم نحكيه على المخدرات، وعليش أنا أصر أني نتكلم بالأرقام الكبيرة اللي توجع. أعطيك مثال، آخر مرة مع توقع حجز سيارة رباعية الدفع على الحدود التونسية الجزائرية فيها 1,750,000 قرص مخدر 300 مليون و750 الف 750 الف قرص هذا شدته الديوانه التونسيه، معناتها راه هربوشه، معناها معناتها الشعب التونسي في غيبوب. ضع هذه المعلومه بين ظفرين، كي نحكوا على الشعب التونسي هذا لا يجوز بكليته. قول ثمة لا لا نحكي على الكميه، ثمة كارثه، ثمة حاجه يا عم حسن كبيرة. نحكي على الكميه، انا نحكي على الكميه. الشعب التونسي 12 مليون الساعه اليوم. إيه صوره، صوره بلاغيه قالها اليوم. مش بلاغيه هذه، صوره هذه تهويليه مضره. شنو مليون و700؟ انا شعب في غيبوبه، احترم روحكم يا اخويا. اليوم نحكي على حاجه مهمه، راهو كيما جات عنا اداره نتاع مكافحه الارهاب وعطاوها الامكانيات اللوجستيه والافراد والتدريب باش اجتثت على الاقل خلينا نقولوا الارهاب، اليوم احنا في حاجه الى اداره قويه لمكافحه انتشار افه المخدرات بالمعدات والوسائل والافراد. وزاده راهو بوليس عادي ما ينجمش يشد لك عصابه، رغم العصابات نتاع المخدرات ناس متطورين تكنولوجيا، فاهمين ايش قاعدين يعملوا. اليوم مكافحه المخدرات لا يمكن ان تنجح الا بالوصول للصفوف الاولى والثانيه، الناس الكبارات اللي تحمي في التجار نتاع المخدرات. ونختم لك يا نوفل، ومانيش ننظر ونتحدى اي انسان نعطيه بالاسماء، اكبر تجار المخدرات عندهم اكبر محامين. واضح واضح، وما نزيدكش اكثر. يزي يزي، كل ما يجيني نترهوج، كل ما يجيني راسي يوجع. على كل احنا نقعدوا في الستاد بتاع احنا كيفاش نمنعوا الجيل اللي تحكي صغير صغير. اما هذا الجرح به بصراحه بصراحه، احنا كان كل عائله تحاول تتلهي بالصغار اللي عندها ست سنين الاولى
كما قال الحسين خليو صغارهم يمشيوا ينشطوا في نشاط اخر باش ما يقعدوش في الشارع ما يقعدوش في النهج والانديه والحكايات. انا واحده من الناس مكلفه بتسيير المركز الثقافي بير الحجار، فما نوادي للاطفال، خنزلق المعلومه نتاعي انا خاطر مهمه في الوقت هذا، عندي نوادي اطفال، رسم للاطفال، كره للاطفال، مسرح للاطفال، امهاتهم زادة ايضا ينشطوا كورال للسيدات باش الام كي توصل صغيرها ما تقعدش تستنى هي بيدها تنشط. هذا الكل يخليك العائله الام وصغارها قاعدين يجيو انا للمركز، الامهات وصغارها ينشطوا وقتهم. هذيك وقت اللي يلقاو نادي الانجليزيه في مركز ثقافي بير الحجار، منه يحس روحه تفرهد ومنه يراجع الانجليزيه نتاعو ولا يشارك في المسرح ولا في اي نادي يعبي الوقت نتاعو، وهذا مهم برشا. وبلديه تونس كانت حريصه على الحكايه هذيا باش يكون حتى الدخول للنوادي هذيا بسعر فريمون رمزي على الاخر، معنى الانخراط برك ينخرط في النادي ويجي ينشط. واضح. وهذا مهم، دونك نتلهاو سواء كان كيما انا عندي بالحجار في كل جهه فما خليو دور الثقافه تخدم، خليو دور الشباب يخدموا، جيبوا المؤطرين اللي يتلهاو بالصغيرات هذوما باش يمشيو في ثنيه اخرى في منهج اخر، سبور، مسرح، موسيقى، اي حاجه اي حاجه. يعطيكم الصحه. ما سمعني موال ساعة توا خريض ونعدلوا دماغنا الكل ده اي 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 لا بالحق بالحق.